يقول السائل: يقول السائل: أكلم فتاة في الهاتف، لكن الحوار الذي يدور دائما بيننا هو تبادل النصائح، فما رأي الشيخ في ذلك؟ خلاص ما نجاوب بعد، السؤال واضح منه. لو بعضهم تتصل على رفيشته في النهار في رمضان يقول لها صايمين حرام ما يجوز، شلون يعني؟ كلميني بعد الفطور، بعد الفطور يجوز عندهم، بالنهار حرام. حتى بعض القنوات الفضائية تلقونها بالنهار شوية يعني على بنا صايمين، يعني بعد الإفطار يهزون الأوساط، بعد الإفطار يفسخون النساء. ليش؟ كأن الله المعبود في النهار ليس هو المعبود بالليل، بالعكس رمضان الليل أشرف وأعظم، لكن بعض الناس ما يعلم. أما هذا الذي يقول والله أنصحها وتنصحني، مثل الشات الآن واللي انتشر بالإنترنت، الغرف والبالتوك وغيره، يسوي علاقة مع واحدة يعني ما لقت في الدنيا أحد ينصحها إلا أنت، ما في نساء ينصحنها، ما في داعيات ينصحنها، ما في يعني بعض المعلمات الخير، ما في إلا أنت. هذه خطوة من خطوات الشيطان. سألت فتاة شيخا فأجابها وانتهى الأمر لا بأس، رجل نصح فتاة نصيحة وانقطع لا بأس، بحجاب وستر بغير يعني مباشرة، لكن تكون علاقة واتصالات وسهرات وقضاء بالساعات ويقول لي قاعد أنصحها وتنصحني، هذا كله من خطوات الشيطان. فدعوا هذا الأمر وابدأوا في رمضان بداية صادقة مع الله جل وعلا. أنا أنصح الشباب اللي الحمد لله في رمضان بدأ بداية صادقة وخايف أنه يرجع، خل يغير رقم تليفونه، يغير خطه، يغير ربعه، يغير مجالسه، يدور الآن على صحبة صالحة ويبدأ بداية صادقة ويبحث عن الصالحين ويقطع الرفقة القديمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نفس الشيء الفتاة تبدأ بالصحبة الصالحة في رمضان، والله أعلم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب مدمن على سماع الغناء، كيف أتخلص من ذلك؟ الذي يستمع اليوم إلى القرآن ويدخل القرآن في قلبه والله راح يكره الأغاني. حب الغنى والقرآن في قلب مؤمن لا يجتمعان، خصوصا اليوم والأغاني صارت أغلبها سافلة. أغلب الأغاني اليوم مو فقط أغاني، استعراض جسد اليوم، عهر اليوم، الكلام اللي يقال في الأغاني فحش وبذاءة. وإذا عرفت الذي يغني وحاله كيف تستمع له؟ بعض البنات الصغار والله مسكينات، عندها صورة المغنية الفلانية والمغني الفلاني ما يدرون، والله لو يدرون شنو حال هذا المغني. بعض المغني، إحدى المغنيات، والأمر كتم عليه، إحدى المغنيات اللي تستقبل في بلاد المسلمين ويحبونها البنات والشباب، سئلت في مقابلة عن كلبيها، عندها كلبين، شنو سميت الكلبين؟ قالت: سميت أحدهما أحمد والثاني محمد. قبحها الله. هل نجرؤ بعد هذا نسمع أغانيها؟ يقول لي التائبون من المغنين والمغنيات، يقول: يا شيخ حالنا أسوأ مما تتصور، ما نجلس إلا على الخمور. يقسم لي أن الواحد ما يغار على زوجته، ما يغار حتى على زوجته. هؤلاء المغنين والمغنيات كيف نسمع أغانيهم؟ والله ما يستحقون حتى من يحفظ اسمهم، ما يستحقون حتى نقول أسماءهم في المجالس. اليوم مصيبة اللي يشتري أشرطتهم ويربحهم ويحط صورهم، ويحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. تحب القراء؟ تحشر معهم. تحب ما شاء الله شريم وأسمع سديس وأحب الحذيفي وأتلذذ بالعفاسي وأسمع العجمي وغيره من القراء، هؤلاء الذين أحبهم إن شاء الله تحشر معهم في الجنة يوم القيامة. من أحب قوما حشر معهم. حب القرآن إذا دخل في القلب يطرد كل ما سواه. تعلق بالقرآن والله بنفسك راح تكسر الأشرطة، وبنفسك راح ترميها في القمامح، لكن لما يدخل القرآن في قلبك حقا، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت من متطلبات العمل حلق اللحية فما هو الحكم الشرعي؟ أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بشكل عام، لأن اللحية سنة واجبة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حدها اختلف أهل العلم فيه. أقل من قال أن تظهر اللحية، يظهر أنه ملتحي ولو بشعرات، هذا قال فيه بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أحد أقلها القبضة، وبعضهم يرى بوجوب إطلاقها، اختلف أهل العلم، لكن اللحية لا بد منها ولو بشيء يسير. فإذا كان العمل يلزمني أن أحلق اللحية، أنا ما أقدر أجيبك إجابة عامة مطلقة، لأن الظروف تختلف من إنسان لإنسان، من بلد لآخر. فلهذا أنا يعني أنصح الأخ يتصل علي مباشرة أو يرجع لأي عالم يخبره عن ظرفه، لأن هذه من الأمور الواجبة في ديننا أن نحرص عليها ونلتزمها، هي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هناك بديل فبديل مع إطلاق اللحية خير لك من أي عمل ولو كان المعاش أقل. نعم.